مساء الخير مشاهدينا، ظاهرتنا لليوم من وين؟ من الشيشان. نحن اليوم خطار عند عائلة شيشانية بتعيش بالأردن، هم لهم فترة طويلة بالأردن، لكن ما بيقدر أي حدا بيطلع من بلده أنه ينسى عاداته وتقاليده، خصوصا بشهر رمضان المبارك. كيف هي سفرتهم لليوم؟ شو رح نفطر نحن وهم؟ أكيد كيف العادات والتقاليد وأمتى إجوا على الأردن؟ هاي كلها رح نسمعها من كبار العائلة أكيد. واليوم نحن ضيوف عند الست منال أم محمد. أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا فيكي. شكرا كتير على الضيافة أكيد أم محمد. إحنا عنا فضول إنه نعرف كيف عاداتكم وتقاليدكم بالشيشان. الله يخليك، تسلم عيونك يا الله يسعدك. يمكن أنا في عندي خلفية بسيطة عنك إنه حضرتك أيضا ناشطة اجتماعية، فنحن اخترنا العيل الصح لأنه اليوم رح نحكي كتير، رح ناخذ منك معلومات أكتر أكيد. تسلم يا حبيبتي أكيد. الله يسعدك. شوي اليوم بحبين نحكي إحنا وإنتو كيف بتكون السفرة الرمضانية، كيف هي العادات والتقاليد، شو هي أنواع الأطباق؟ إذا بتحكي لي هيك يعني قبل ما نروح على المطبخ ونبلش نحضر، لأنه مو ضايل شيء للأذان، اعتمادكم على شو أكتر شيء؟ كيف نحن رز وخبز، أنتوا اعتمادكم على شو أكتر شيء؟ نحن أكتر شيء العجين. العجين؟ يعني كل أكلاتنا من العجين بتكون. يعني فطائر أغلب الأكل؟ لا لا، ولا عجين بشوربة. أحياناً في عنا عجائن نحن بنعملها زي المعكرونة ومنسقطها مثلاً داخل شوربة من اللحمة. وكمان في عنا زي الشوشبرك، بس الشوشبرك نوع بسقطه باللبن، بس باللبن لا بشوربة اللحمة بنحطها. آه. وفي عنا كمان أكلة تانية اسمها منتيش، اللي هي على البخار. شو اسمها؟ منتيش. منتيش. في شين كتير أنا عرفت إنه بي بلغتكم. أيوة. قلنيش. هي الشين جمع مثل الاس باللغه الانجليزيه. ايوه اوكي فهمت عليك. فمنتي منتيش. شو المنتي اللي هي جمعها منتيش؟ اللي هي عباره عن العجينه. العجينه بجواتها بتحطي لحمه مفرومه وبعدين نعملها على شكل ورده، بنحط في طنجره. لا بنحط الطنجره مع البخار. ايوه البخار بتنعمل. حلو حلو كتير. يمكن انتوا جيتوا من زمان زمان، من جدودك هم هون بالاردن، صحيح. حسيتوا في اختلاف العادات والتقاليد؟ هي مو سهله، وهلا كتير من المجتمعات العربيه شوي عم بيعيشوها اختلاف الحضارات. يعني هلا نحن كوطن عربي بنشبه بعض اتليست بالعادات والتقاليد، لكن الا ما يكون في اختلاف بشويه عادات وتقاليد. قديش واجهتي صعوبه ولا حسيتي انه الامر كان سهل انك تتاقلمي؟ والله شوفي، نحن كأقليات أكتريتنا منعيش كتير قراب على بعض، لأنه عاداتنا مختلفة شوي عن العادات الموجودة بالأردن، خاصة بالنسبة للأقرباء. مثلا في عنا زواج الأقارب، نحن ما منتزوج الأولاد العم ولا أولاد الخال. من باب أنكم أقلية فلازم أنكم ما تتكاثروا. نعم. هو من قبل يعني نحن نفسنا دايما نعتبر الأقرباء اللي حوالينا الجيران، مجرد ما دق الباب فتح دخل، ما في عنا بروتوكول انه لازم يتصل ولازم يدخل ولازم قبل بوقت موعد. حلو. يعني بتدخلي هلا بتنزلي مثلا عند الجيران بتدق الباب تفتح. حلو. الباب تدخلي على طول. هذا بطبيعه الحال انه انتم كنتوا بالشيشان لما بتعيشوا كلكم بنفس الحوش بيجمعكم، بتجتمعوا مش على بس حوش، حتى المناطق يعني هلا مثلا في عنا موجودين بالزرقاء، في عنا بالسخنه، في عنا بصويلح، معروفين بالكماليه. بتلاقيهم جنب بعض بيسكنوا، لانه خلص بصير على طول. انا ما في داعي احكي مثلا مع جارتي علشان بدي اروح عندها، بنزل على طول بلبس بالليل بفتح الباب بدخل عليهم. حلو حلو. فبتصير القرابة عندنا ولو من بعيد، بس خلص مو شيشان ادخل على طول. عشان هيك احنا وقت كنا نحن بضيافتكم اليوم قلت لي رح احكي مع سين وجيم من الناس، وفعلا اجوا من حوالينا. يعني نحن اول ما نزلنا من السياره شفنا اكثر من حدا انه اجتمعوا معنا، فكلكم ساكنين بنفس المنطقه. صحيح. عشان هيك طيب انا ما بدي اطول كثير بالحكي، لانه اللي عرفته انه عادات وتقاليدكم رح اخذها
من العمو اللي معنا هو مخضرم وعايش أكثر من مجتمع، وكل القصص الحلوة تبعتكم عنده رح نحكي نحن وياه على الفطور، وأنا وياك هلأ بدنا ننزل على المطبخ نحضر السفرة. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك حياتي، تفضلي. خليكم معنا مشاهدينا. مشاهدينا هلا نحن سنا بالمطبخ وبالمطبخ الشيشاني تحديدا، ورح نبلش نحضر للفطور. الساعة هلا باقي 5 دقائق بالضبط تقريبا للفطور، يا رب نلحق نحضر امورنا. خليكم معنا خلينا نبلش. ست مناش رح نعمل شو هاي؟ انا بدي اقعد، معلش خذوا راحتكم. طبعا بودبو من هاي بس خيئة دمى تفاء. نحن هاي طبعا عجينة مصنوعة من الطحين والمي والملح. أوكي. فقط ملح؟ ملح شوية. حلو. طيب. فنحن منقطعها بهاي الطريقة. هي مستطيلات بتحسيها. بتحطوا هذا طحين. هذا طحين. اها زي اصابع الزينه. صح هاي القلن. انا بشبهها بس القلن. هاي القلن واللي كلهم قل 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 نش مجموعه. ليش مصيره؟ هي طريقه سهله كثير يعني. على قماشه خاصه ولا اي قماشه؟ نحن ليش بنستخدم هاي؟ لانه اللفه على هاي ما بتمشي. صح بتكون خشن، ممكن تلزق. على السبب الرئيسي اللي نحن بنعمل لها بهاي الطريقة علشان تستوي لما بتسقطيها جوا الشوربة علشان العجينة أقل. مش مشكلة بس أقل. أوكي عشان أساعدك. يلا بس كمان إيش؟ معلش منقسمها مش مشكلة. كبيرة كتيرة؟ ماشي حالها ماشي. ما بتتعلم معلش. واحدة المرة الجاية أنت بتصير تعملينها قلش. مش لصالحك أبدا. لا بالعكس. ليش لا؟ سهلة؟ سهلة كثير. خلص بتعلم يعني منكم. معناته أنت لازم تسوي هلا وحدة تشوفي. ما عشان قلت لي ما بتسوى مع الأظافر. لا هيك. شوفي هون لازم يكون هدول أصابع كيك يفوتوا جوا تضغطيهم. ما أنا عشان أظافري. معلش اعملي صح وي كتشرب مو كتشرب. هلا يعني حلو. هي ضغطة شوي وبتمشي فيها. طيب انا حعمل الاشي اللي انت عملتيه بالاول هاي اللي هيك عشان اسرع اتليست يعني هاي بعرف اعملها. بنشوف. لا مش الكل مبدعين. بنشوف ابداعي. ليش ها مو منيحه؟ لا منيحه كثير. منيحه مو الكل مبدع فيها. هاي صغت ما بصير. لازم الافضل انها تضلها دائريه يعني. اوكي فهمت عليك. ويكون تقريبا متساوي. عشان هيك هاي كبيره قلتوا لي. فيك تعمليها ضلك تفرديها لتطول. ممكن بس حسب عاده بيعملوها حبال 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 وبعدين بقصصوها. بعدين بيقصصوها اسرع. والاحلى بيكون لما يكون العيله كلها مجتمعه. بيكونوا اربعه مثلا، وحده بتزبط العجين، واحدة بتفردها، واحدة بتقصقصها زينا احنا هلا. يعني هاي بتكون لما اصلا يعني مع بعض عظيم. طبعا هذا الشادر لازم يكون الشادر في كل بيت. الشادر هذا موجود. يعني مش هو شيء عادي يعني. هو مخصوص. مخصوص للعجين هذا. بتنظف ورد برجع على حلو ينضب لمحله. حلو. بدك تكمليها هاي طبعا. هلا طريقة طبخه بتكون سالقين لحمة احنا وبنشيل اللحمة من الشوربة. بس اعطيها المايك لو سمحتي. نسلق اللحمة عادية زي أي. الله يسامح. بزبطش مع غير لحمة. لحمة جاج مو مشكلة. بس على لحمة أسكى. بعدين بنصفي اللحمة، بنشيل اللحمة، بنصفي الشوربة، بنسقطهم. هدول زي المعكرونة. كيف المعكرونة بنسلقها؟ بعدين بنشيلهم من الشوربة، بنحطهم بالصدر. وبتحط وبنحط تومة في صحن وعليها شوية الشوربة اللي سلقنا فيها هدول القلنش. وبالشوكة بناكلها، بنغمس بالشوكة في حبة القلنش وبنغمسها في التومة وبناكلها. أيوة. مع اللحمة طبعا. واخر شيء نشرب الشوربة وراها. عشان ما يصير تلبك في المعدة. بس ما في رز في الموضوع. رز ما في. رز ما في. ماشي كتير الرز عندكم بي بالشيشان. العجائن. لانه اصلا هي بلد بارده يعني. عندنا اكلات بس هاي الرئيسيه. هاي الاكله الرئيسيه. نعم. يعني زي ما قلت لي المنسف عندنا زي الدولمه بالعراق زي هيك. أيوة. يعني هي اكله رئيسيه. في عندنا منتش. المنتش كمان نفس الشيء. عجينه بس زي الششبرك بس طريقتها زي ورد الجوري. بتكون لحمه كرات من اللحمه تنحط في جوه العجينه زي الورده بتنعمل هي. وكيف طنجره المفتول اذا بتعرفوها؟
مصافي على البخار تنسلع على البخار وجنبها صوصات طبعا. حلو. في صوص مع قشطة مع لبن وتومي، في صوص جزر وبندورة وبصل. حلو. بتصير تحط الصوصات عليها وبتاكليها. هاي المنتج حلو. والكرزنش، في عندنا كرزنش نفس مبدأ الشوشبرك، بس الله ما بتتسقط زي القلنش في الشوربة، وبتنشار وبتنحط في الصدر. نفس الاشي بتتاكل. زي القلنش بتتاكل، بس اللهم محشية لحمة ناعمة. حلو. انتو هلا اوريدي سالقين هلا سالقين اللحمة احنا. احنا سلقنا بس اللحمة هلا. هدول بنسقطهم هلا. هدول هيهم جاهزين اذا هذا. خليهم يصوروهم مثلا قبل الهاد. شفتي هاي لما خلص هلا اذا اذا اوكي اذا هذا خالص بلا ما نكمل. خلينا ننتقل للخطوة الثانية. يعني انتم مجهزين او مو جاهزين؟ شهتوني بالأصابع زي لا لسه لما تاكليها لسه تشلي أكثر. ما أنا ما قدرت. خليها تعمل عشان نستغل الوقت شوي. طيب عم نسخن الساعة إلا ربع صارت يعني. هي ما بدها غير بعد ما تغلي تقريبا ربع ساعة، لأنه هي الطحين بيكون فيها شوي قمح وأبيض. تسوي بسرعه يعني، ما زي باستا. بس تحطيها. انا قصدي عشان صايمين وادان اجي. لا يوصل يوصل ان شاء الله على الوقت بيخلص. طيب ستنال شو ضل عندنا كمان؟ هلا التسقيط بس يغلو. طيب احنا نحضر الباقي. انا ياكي نلقم السلطه، شو رايك؟ اوكي. هي بدها بس ملح وهذا الصوص. اعطيني اساعدكم. هذا زيت وليمون وكل شيء جاهزين. خردل. خردل وزيت وليمون. خردل. شو الخردل؟ الخلق الخردل. يعني ايش بيشبه الخل؟ خلاص اوكي. يعني ايش زاكي؟ ايش زاكي؟ ايوه. اوكي. طول سلطة على كمان شوية. ايوه خلاص. سامي ما نعيمة نطول لسامي سلطة، بيقدر ياكل سلطة بدون ملح. هلا بنشيل الملح عشان ما بياكل ملح. صحن بدون ملح او صحن كبير. عشان مصطفى وانا ومصطفى وسامي. كلكم ما بتاكل ملح ولا نتفه؟ ولا نتفه احسن. فكرت ما في خيار. فكرت انه يعني هيك طريقتكم تاني. لا 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 هي طبيعي لبن. لا ما تجامليني، بعرف لا اشتقرينا. شوفي لانه في لما ماما بتعمل كعك العيد مو هيك بنعمل بالتمر؟ مزبوط. هي مرة عملتها بحياتي يعني. ما بتعود الواحد يعني كل شيء له اول مرة. اكيد. شو من الشاس لقم يا خيدنا؟ بس ما في مطاعم هون بتقدم اكل شيشاني. طب يلا افوت الشكل ظهره. بس في تواصي بالبيوت يعني. بالبيوت وفينا الجمعية الشيشانية كمان. بالجمعية. جمعيتكم بسويلح. ايوه. يعني في عندك مثلا اشخاص مشهورين كثير مثلا بالمنتش او القلنش، بيجوا لعندهم على البيت بيحكوا لك نحن كثير عجبتنا الطريقه اللي انت بتعمليها، بدنا اياك انت تعملي لنا اياها. فبتصير تواصي. ايوه. حلو. انا محمد بتشحهم. مقلوب سعيدة وخيتج. عملتي لنا مقلوب لقطتها. برافو عليك. الذكاء. لا لا انا غشاشه، هي قالت لي انه رح يكون في مقلوب. مقلوبه على طريقتنا صح؟ ما فيها يعني ما في شيء جديد من عندكم. احط هدول هون. هلا حنشير ربون احنا عم ناكل حنصير. هي تبعتك هي. كله انا. كل واحدة لها طريقة. كل واحدة بتلاقي اللفة تبعتها بتبين فيها. بتفرقوا. هلا اللي زي اصابعهم شوي كبيرة بيضطروا يعملوه كبار. صح. اللي اصابعهم صغيرة وناعمة بتطلع معهم. معناها هاي مش الك. هذا اللي بفرق يعني. حضرتك من امتى بالاردن؟ شو الله يخلي لك. محمد صالح. محمد هون مواليد هون. ايه انتوا يعني هم اغلبهم اللي اجوا كلهم مع بعض.
رح نعرف اكيد من عمه اكثر هاي المواضيع، بس هم اللي اجوا اغلبهم مع الاردن مع بعض وقت الحرب اللي صارت في فرادة، وبعدها اجوا جروبات مع بعض. في عنا شو اسمه، انا والدي كان لاعب سيرك بالاردن بالمدرج الروماني، عمل سيرك هاي مو معموله بالمدرج الروماني. اي واحد هذا هون بعمان؟ مش اللي بجرش، لا لا بالبلد، هون بالبلد. يوم انا عازمتكم على قلش. جزيلا لحنا في نون، يعني انا مو غلطانه. طيب لكان مشاهدينا نحن تقريبا بدنا نحضر طاولة السفرة للأكل، رح ننتقل لفوق عشان نبلش الأذان، رح يقدم مش باقي إشي، وأخليكم معنا لنطلع فوق على السفرة. وصحتين وعافية. كان مشاهدينا مثل ما انتم شايفين سفرتنا صارت جاهزة، المقلوبة والقلنش واكيد الحواضر السفرة برمضان. ان شاء الله صحة فطوركم، نحن راح نفطر ونلتقي بعد الفطور. خلينا نقرأ الدعاء. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وعليك توكلت وبك آمنت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر يا واسع الفضل. اغفر لي الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت. اللهم بحق شهرك المبارك ألهمنا قدرة الإدراك وقوة الإيمان واحتمال المكارة، وارزقنا يا رب إيمان الأولين وعزم السابقين وصدق الصابرين، ولا تلهنا يا رب بدنيا زائلة تضلنا عن نور الآخرة. اللهم أعنا على صيام ترضى وقيام تقبله ووحدة تجمعنا على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
اهلا وسهلا فيكم عن جديد مشاهدينا، والف صحه وعافيه فطوركم يا رب. بالنسبه لفطورنا كان جدا بشهي مع هالناس الطيبه، الناس اللي كثير راحهم حلوه، كثير مضيافين، كثير طبيعيين، وصراحه كانت من احلى الزيارات، يعني كثير مبسوطين فيكم اكيد. ومنكمل نحن، اذا بتعرفيني على كل القاعدين، هلا نحن اكلنا وشبعنا وتحلينا وهلا بدنا نتعرف، احنا نرجع برجوع. عرفينا بالاسماء من بعد اسمك ست منال. اولا ام عبد الله هالة من على يميني، صاحبه المقلوبه صاحبه المقلوبه الرائعه. يسلم ايديها. وطبعا بكل طبخاتي بركض ركض لعندها علشان اخذ من خبراتها. اكيد اكيد. ومشهوره كثير هي بطيب النكهه اللي بتعملها بكل الاكلات اللي بتعملها. انسانه رائعه جدا ما شاء الله. نعم انا اشهد. الله يسلمك. حبيبتي. ام عبد الله وهالة نجم الدين بيكونوا اهلها واهلي، امي وامها بيكونوا بنات خالي. وجيره. لازم تكونوا جيران. اكيد اكيد ان شاء الله يا رب دائما. اكيد. عمو سامي بيكون هو حكى لنا شو بيكون، إشي بعيد بس قريب. هو جدي وجده بيكونوا أقرباء، وبعدين صارت السلالة على أساس أصدقاء وقرابة أكثر. نعم. على أساس المعارف والروح المرحة اللي بيتقابلوا فيها وبيطلعوا فيها وكل شيء. شوفي خليني أسألك بس سؤال قبل ما نعرف منه كيف كانت عاداتكم وكيف كانت جايتكم على الأردن زمان زمان، بس أعرف منك شغلة. هلأ أنتوا في شغلة كتير 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 حبيتها فيكم، أنه أنتوا بداخل البيت ما بصير تحكوا مع بعض إلا شيشاني، حفاظا على اللغة. صحيح. هذا إشي كتير صحيح. حلو. بالمقابل في ناس مع التهجير أخذوا عادات وأطباع وطلعوا من بلادهم، وللأسف يعني هذا كان أكبر غلط، يعني إنه نسيوا التراث تبعهم، نسيوا اللهجة، نسيوا اللغة إلى آخره. هلأ أنتوا إذا عندكم ضيوف تحكوا معهم بالعربية، لكن بين أهل البيت لازم تحكوا شيء. صحيح يعني. صحيح. بصراحة هي الأهل دايما مصممين أنه نحن دايما نحافظ على اللغة والعادات اللي موجودة بيننا، لأنه الطفل إذا أنت من هو صغير إذا ما عودتي على اللغة ما بضيع هويته. صح. هلأ في أحد الأشخاص يعني إذا دخل لعنا بيحكي أنا شيشاني، بنحكي معه شيشاني، إذا ما حكى بنحكي مضيع هويتك. حلو. وكأنه يعني هذا إيش يعني إيش عظيم. هو فعليا أنت مضيع هويتك. نحن لما بلشت الأطفال يروحوا على المدرسة بلش الاختلاط، الطفل ما بيعرف إذا هاي الكلمة عربي ولا شيشاني. بيجي بيضل يحكي يحكي يحكي، بصير عنده عدة لغات. يعني مثلا أولادي كانوا يحكوا مثلا ثلاث لغات، الإنجليزي والعربي والشيشاني. فكانوا يحكوا الجملة بثلاث كلمات. فصارت عندهم لخبطة، فصرنا نحن بالبيت نحن ما أحكي معهم غير شيشاني. أوكي. بحكي لهم لما تروح على المدرسة بتبلشوا تحكوا عربي. وقت الإنجليزي بدكم تحكوا إنجليزي. فعلشان نفرق. وبعدين المجتمعات كلها مجرد ما احنا ما دخلنا على طول بنرحب ونعمل، يمكن تعودنا لانه كلماتنا الترحيبيه كلها بتكون باللغه الشيشانيه. نعم. بنحسها بلغتنا اقوى. يعني قويه جدا بأصولها، فبتكون اقوى. عشان هيك نحن بنضلنا نعلم اولادنا. حلو. اكيد. كان في عندي سؤال ما بعرف اذا انت بدك تجاوبين عليه او بترشحي حدا ثاني، بدي اعرف عادات وتقاليد الزواج عندكم. انتم عندكم الخطيفه زي الشركس. تمام. اللي هي البنت بتروح هلا هي بتكون متفق عليها. صح؟ صح. يعني هي عارفه انها راح تنخطف. مش هيك؟ انا معلش انا احكي هذا الحكي. بس بحب انه اذا في اي شيء اضافيات بدي بحدد. من عمو سامي. نعم. هلا نحن الخطيفه هي لا تعتبر شيء سيء بالنسبه لنا، هي احد عادات العادات المتبعه معنا. هلا بالاعراس مثلا نحن عندنا الشباب والبنات بيوقفوا قبال بعض. فبصير عندنا الختايره مثلا الكباريه بيكونوا قاعدين رجال ونساء وراهم الشباب والبنات. فلما بيصير الشاب بده مثلا يتعرف على واحدة من خلال الرقصة ممكن يجي يتعرف عليها وبصير الأحاديث، بس نحن ما في عنا أصلا لمس بالرقص. هلا كل شاب بيطلع على أي واحدة بنت بيكون بيحترمها احترام كامل. نعم. وفي عنا أحكام حتى داخل العرس. أو بالنسبة لل يعني مش بمعنى إذا هو مختلط إنه معناها بيصير. أيوة. شيء. لا. نعم. نحن في عنا حتى أحكام متبعة في عدة حالات، كنا مثلا إذا في أي غلط، حتى في أحد الأيام بنت من البنات إذا الشاب لما إجا بده يطلبها للرقص لما دارت ظهرها حكموا عليها.
انه الاهل يعزموا الاهل الثاني على اساس انه زي جاها، عرفتي؟ على اساس ايوه يعني سوري عشان بنتنا عملت هيك. لانه لازم البنت والشباب يحترموا بعض. لانه مثل اي شاب بيكون موجود داخل العرس لازم يحترم البنت، لانه له اخت كمان موجوده بالعرس بتكون عم تطلع على شاب ثاني. ونحن اقليات فكل واحد بيعرف الثاني. ولازم تاخذوا من بعض. تمام، لانه هي العادات بتكون اسهل. صح. عرفتي؟ صح. مثلا عند هي الراس مثلا المختلط، في اشخاص مثلا من برا الشيشان ما بحبوها، ما بيعتبروها خلطه وما بيتقبلوهاش. بيقول لك لا انا بمرتي ما بدي اياها تروح تختلط. أيوة او بناتي. ما بدي اياهم. فخلص احنا بنعرف بعض، بنعرف عادات وتقاليد بعض. تمام. طب هلا مثلا اجى هو طلبها للرقص ورقصت معه، بما معناه بمهد. بمهد. طب بلكي ما بدها. ما بدها خلص عادي يعني. مش مجبوره. لا لا، هي لازم يكون فيها موافقة. لازم طبعا. احنا عشان توصل المعلومة للناس، انا احنا بنعرف يعني كتير كانوا معنا بالجامعات بنسمع انه خطيفة وراحت خطيفة والى اخره، فما كنا نعرف شو يعني انه بتروح خطيفة، او بما معناه احنا كنا نفكر يعني معقول تكون مغصوبة. بس اللي فهمناه منك انه لا، طبعا كله لازم يكون في موافقة بالموضوع. هلا نحن شوف العادات الاصيله اللي قديمه اللي نحن بنعرفها واللي تربينا نحن عليها واهالينا يعني علمونا عليها، كانت وكنا نشوفها هيك بالاعراس، انه الشاب اذا تعرف على البنت وصار يعرفوا العيله كلها بتعرف. اذا الشاب حابب يحكي مع البنت كانوا الاهل يجوا يفتحوا الباب عندهم على الصالون، كانوا يخلوا الشاب يحكي مع البنت، ما عندهم مانع لانه قدامنا، لانه نحن بنعرف هالشاب وبنعرف اهله مين. ولهلا هيك العادات تقريبا على نفس الشيء، لانه نحن ما في عنا صار يعني الشغله اللي اختلفت انه صارت اعراسنا كيف احكي لك الشعب كبر. عرفتي؟ صارت الاقليات اكثر. أيوة. صارت العوائل اصغر. الاعراس مثلا مو الكل صار يحضرها، لانه يعني زمان مثلا لما يبين عرس مثلا بسويلة، اهل الزرقاء والسخنه كانوا يركبوا الباصات ويجوا بدون اللي هم الشيشان من اهل الزرقاء. يعني ما في داعي. زمان نحن كنا مثلا بالسوق ماشيين، يجوا الشباب بسياراتهم يحكوا لها اطلع في عرس بالمكان اللي ونحن بأواعينا السوق. وهذا بأغراضنا، كنا نركب على السيارات ونطلع. حلو. على طول ونحضر العرس كله. طيب هلا هما يعني بيجوا الأهل بيقولوا لها احنا بدنا بنتكم لابننا، كيف بتروح؟ مجرد ما بيجوا مثلا السيدات بيطلبوا او بيحكوا لها انه حابين نحن نطلب البنت، الاهل مثلا الاب ممكن يحكي انا بنتي لسه صغيره، انا حاببها ان تكمل، ممكن انا ما بدي اياها تكمل دراستها وكذا. وفي حال وافقت بصير العرس العادي. نحن عاده من ايام زمان كنا نخلي مثلا اول يوم خميس الخطبه، بعد خميس ثاني العرس. قصيره الخطبه. قصيره جدا. ليش؟ لأنه معرفة بالناس وكل حدا بيعرف الثاني، ما في مشكلة. وليش منأخر؟ بالعكس إذا تأخرت بتصير تراكمات أكثر. بتصير يعني أكتر. زي عاداتنا تقريبا. بس أنا قصدي إنه هي بتروح معه وبعدين بصير العروس، يعني بتروح خطيفة بعدين بصير العروس. لا هي العادية الخطيفة عادة. إذا الأب مثلا رفض، بصير في اتفاق بين الشاب والبنت، بيحكوا لهم إنه نحن حابين إنه بيوم فلاني أنا حابب إني أخطف، بس ما بيجي هو ولا بيظهر ولا بيقرب حتى على العيلة. بروح يا عند خالتها يا عند عمتها على واحدة، بيحكي لها انه انا حابب اني اخطف هاي البنت، تيجوا انتوا تتكفلوا فيها وتقعدوها عندكم ولا لا؟ فهي بتتقبل تاخذ كل وبتتحمل المسؤوليه كامله. فبتروح بالسياره لعندها، بيتفقوا معها، بتكون هي مجهزه حالها، بياخذوها على بيتها، بيت الخاله، وبتضل موجوده هناك. بعدين بيبعثوا خبر لأهل العروس وبيحكوا لها بنتكم صارت عنا، ونحن حابين انه نحن بصراحة نكمل نوفق. هلا اذا وافقوا بصير زيجة عادية وبتروح. حلو. اذا ما صار موافقة ببلش الرجال يعملوا جاهة، بيجتمعوا كلهم بصيروا يروحوا يحاولوا يوافقوا من الاب. انه خلاص هم الاثنين بدهم بعض. تمام. يعني انت رافض. فبيطلعوا الجاه الرجال بيروحوا لعند البيت لعند الرجال وبيضلوا يحكوا للأب العروس لحد ما يوافق. هلا نحن 7 ايام مباشره بيضلوا يروحوا ويجوا 7 ايام. هلا بعد 7 ايام اذا حتى احيانا في ناس خلص بيحكوا ليش ما نحن بين بعض. صح. متفقين وبنعرف لمين رايحه ولا كذا. فتاني يوم ثالث يوم بيوافق. فهاي هي الخطيفه اللي بتكون. عرفتي؟ انا هلا وصلت الفكرة صراحة. مو مجرد انه والله انا شفت البنت بحطها بهالسيارة وبخطفها وبعملها. احنا ما عنا هاي الشغلات. حلو. عرفتي حلو. كيف؟ معناته من بعد ما خلصنا الحديث معك ست ام محمد،
أكيد. خليني بس سريعا أعرف المشاهدين اللي قاعدين معنا قبل ما ننتقل لعند عمو سامي ونسمع منه الخبريات الحلوة. ست أم محمد عالي برضو أم محمد شفتوها لما حضرنا القلنش أكيد. وخالته أيضا كنت حاضرة معنا بالمطبخ يعطيك والله وين كنت أنا؟ لا كانت قاعدة بالنا. كنت بقول رب العالمين يعطيك العافية. معتز العازف الفنان اللي أطربنا قبل أذان المغرب وسيف. كيفك سيف؟ الحمد لله. شو بتعمل بحياتك؟ والله توجيه. الله ينجحك في بلدنا توجيه. أكيد خالته غنية عن التعريف حبيبتي. وابنك محمد برضو توجيهي. خلص توجيهي هلا وان شاء الله المرحلة الجاية بجامعة ان شاء الله. وبننتقل عند عمو سامي والسيد مصطفى. اهلا وسهلا فيك. خلينا نعطي المايك لعمو سامي بعد اذنك. انت قلتي بتقطيع الحلو مسامحينك. اهلا عمو. اهلينا. شو اخبارك؟ بارك الله فيك. مبسوط الحمد لله بالاردن. رمضان كريم الحمد على الجميع لله يا رب. الله يعيده بالصحه والسلامه يا رب. على جميع المسلمين والانسان يا رب. الله يسعدك يا رب. تقرب المايك رجاء عمو. خلينا نسمع منك الأخبار. أمتى جيتوا على الأردن؟ أنا من مواليد الأردن. أها. الحمد لله. أهلك إجوا لك؟ جدي إجا للأراضي المقدسة مشيا على الأقدام قبل الهجرة الرئيسية للشيشان من من شيشان. واو. وقعد حوالي سنتين وثلاث أربعة أشهر ورجع للشيشان بعد ست سنوات من رجوعه للشيشان من الزيارة الكريمة لبيت الله. نعم. صارت نعم راح وإجا ومشي من الشيشان لبيت المقدس وكمل بيت الله الحرام مكة. نعم. نعم. وحج ورجع. أديها هي أخذت معه سنتين وثلاث أربعة أشهر. واو. تقريبا نعم. واو واو. نعم هو طبعا كان مع جماعة يعني اجوا كمجموعة يعني مع بعض. فبعد ست سنوات من رجوعه للشيشان صارت الحروب الأهلية. نعم. مع روسيا. لا وانجبروا يتركوا لأنه كانت الهجرة مهيئة أصلا قبل حوالي 30-40 سنة لأنه كانوا متدينين. وإنه دخول الإسلام كان أيام الخليفة عمر بن الخطاب. نعم. عن طريق إيران وشمال العراق. نعم. لبحر قزوين. فوصلوا مخش قلعة في الداغستان ومن هناك دخلوا. ودخول الإسلام في الشيشان والقوقاز إجمالا. نعم. كان عن طريق الإقناع. حلو. وليس بالحرب بقدر. نعم. يسمعوا انه في دين بيقول هيك 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 كون انهم كانوا شبه وثنيين او لا دينيين او الى اخره. فطبيعه انتشار الدين الاسلامي كان عن طريق الاقناع عن قناعة. عشان هيك دخلوا عشان هيك كان في مجموعات كل مجموعه ومع الفتره الزمنيه بلشت التأثيرات الخارجية للمتدينين زي النقشبنديين والصوفيين وإلى آخره عشان هيك القوقاز مليئة بهالشغلات. نعم. عشان هيك عمو داغستان بعد زي ما حكيت لي والشركس والشيشان نسبة الإسلام فيها 100% تقريبا. نعم. يعني مع الدين الجديد من حوالي 300 سنة صار الدين الإسلامي هو الدين الرئيسي ومع المتدينين. نعم. دخلوا. حلو. في الإسلام. رجع والدك على الشيشان قعد ست سنين بعدين إجا على الأردن. نعم. وحضرتك مواليد الأردن. أنا من مواليد الأردن. جد. 1941. نعم. جدك يلي إجا على. نعم جدي على أبو أبوي. أنا اسمي عصام بين قوسين سامي محمد عبد الله بينو. اسم مركب يعني؟ لا هذه كمان. هاي شو؟ أنا لي اسمين معلش حسب العوايد حكت الأخت منال. عن جد؟ محمد. نعم ليش عمي اللي هو أكبر واحد ست إخوان مع أخت سبع أشخاص اللي هم عمامي والعائلة الرئيسية. نعم. فإجا عمي الكبير سماني سامي لأنه كان عندنا أستاذ شركسي بصويلح
وكان هو مدير والمعلم والموجه ل حلو للشباب اللي وبناء هون على سماك من شيشان وشركس وعرب وإلى آخره. فسماني سامي أسوة بمدير الشركسي اللي كان بالصويلة. بعدين حلو. ابنه اتجوز، اجت العروس أو الكنة قالت كيف حسب العادات إن تسمي سامي، لأنه سامي اسم لمدير. فكيف إنه أنا طفل صغير سامي؟ لا والله بدي أسمي اسم تاني. راح سمتني عصام. وتسجلت في الدولة باسم عصام. بعد شهرين إجا ابنها اسمه عصمت آمر أيوب. نعم هو أصغر مني بشهرين. فراحت الأيام ودخلت المدرسة، وهي نهفة بدي أخذ من وقتك طبعاً بس دقيقة. طبعاً. فقالوا إن أنا سجلوني بالمدرسة، ورحت على المدرسة أنا ما بتذكر. شو اسمك؟ سامي. يفتشوا في الليستة وين سامي؟ ما في. قالوا أنا جيت أعيط في البيت، أمي بتقول والله أبوك راح، أبوك راح على الشغل، ما في حدا في البيت. راحت عند جارنا اسمه سيد بطل، واحد شيشاني قريب إلنا جارنا. قال والله هذا الولد راح المدرسة وإجا يعيط، ما بنعرف شو القصة، لأنه أمي كمان أمية ما بتحكي عربي. نعم. فشو بالله تشوف لنا إياه. فكون هو أصلا سيد بطل أخوه لإمام المسجد وشيخ العشيرة الشيشانية اسمه عبد الحميد عبد القادر. نعم. نعم. ف والله أخذني، أنا ما أتذكر هالحكي، هذا عمري 7 سنين. شو اسمك؟ قال والله صح هذا اسمه سامي بيننا عائليا، لكن في الدولة مسجل عصام. طق افتح الليستة لقوا اسمي، ومنها صار لي اسمين وبنلعب. إن شاء الله. فهي العادات شغلات إنه حلوة. العروس نعم تفضل. العروس العروس أو الكنة وهذا بيطلقوا اسم محبب لشخص معين في العائلة، ابنها أو ابن بنتها أو أي قريب. الكنة عندكم زي عنا اللي هي مرت الابن. هي الكنة. حلو. بتروحوا على الشيشان عمو؟ أنا رحت 2009 رحت على الشيشان أول مرة. مش الكل الهيئة بيروح؟ نعم. مش كلكم تقريبا بتروحوا؟ انا ما صح انا بيت عمامي وعماتي كلهم بيروحوا. بيروحوا بيروحوا. انا حلو. رحت على 2009 الشيشان اول زياره من بعد اول زياره، يعني اول مره بتشوفها 2009. نعم. واخذت معي 1300 صوره مبروزه، صور كبيره 30x40 سم. وافتتحنا المتحف الوطني الشيشاني في غروزني في الشيشان عاصمة الشيشان. حلو يعطيكم العافية. وحطينا فيها صور من شتى المنابت والأصول رحمة. نعم. الله عليه الملك يا رب. إن شاء الله يا رب الله يرحمه. فإحنا شتى المنابت والأصول. حلو. إحنا مسلمين. حلو. عشان هيك يعني أكيد الحمد لله. وين في أقليات عمو شيشانية غير في الأردن؟ أكثر شيء أقليات الموجودة في الأردن هي من القوقاز. بس في كمان من القوقاز في تركيا. وفي شركس أكثر من الشيشان في تركيا كمان. زائد في سوريا في حلب أو في الجولان أو في دمشق. صح. في العراق في منطقة كركوك. في عندنا شيشان وأبخاز وأرمن في جنوب إيران. وفي عندنا في فلسطين. حلو. في شمال فلسطين في منطقة فوق كفر كما والمنطقة. وأخوانا كمان من المنطقة وبيعرف يعني. ففي يعني وفي كمان شيشان وشركس على طول الساحل الإفريقي. حلو. من مصر تيصل المغرب. والله يا ربي يهونها على رب. أهلنا في شمال رب. أفريقيا في ليبيا في مدينة اسمها مصراطة. مصراطة نعم. مصرطة. مصر من مصر. طه بالشركسية الثانية لما صارت حرب العرابي في القاهرة
مع المماليك، ناس هربوا من اللي من من الهجمة اللي صارت على الثورة، وظلوا ماشيين من مصر توصلوا ليبيا، وعملوا مصر تانية على الساحل الليبي، وسميت مصر طه المصر الثانية، ومع التداول صار اسمها مصر طه. للأسف يعني نحن كلياتنا أوقات بنعاير، مش كلياتنا يعني، في عنا بعض الجماعات بيعايروا بعض إنه لاجئ مش لاجئ، بس فعليا كلياتنا لا يعني لا. أغلبنا لاجئين يعني، مين في دولة ما صار فيها حرب وما لجأوا، بس إنه يعني الحمد لله متعايشين. العادات والتقاليد الشيشانية بشهر رمضان بتختلف عنا مبدئيا؟ لا، الأساسيات لا، بس في بجوز إضافات أو نقص شغلات يعني، لكن الشغلات الأساسية متفقين. الزيارات، الصلاة، صلة الرحم، نعم. كلها زي بعض يعني، ما في، لأنه هذا دين موحد، صحيح، دين لله، وهي الواحد الأحد، لا إله إلا هو، أكيد. ما في، أما اللي بيخرج عن الحلبة هذا ذنبه على جنبه يعني. نعم. ننتقل للسيد كمان مرة. مصطفى. أهلا. الاسم مصطفى زنداقي. زنداقي حضرته أيضا زنداقي. أهلا وسهلا. هلا إحنا فهمنا أهل والدك أرسلان. أرسلان اللي هي من الأصل من وين؟ يمكن صوتك مش طالع. الأصل الاسم من وين؟ أرسلان. أرسلان. فأعطيني رجاء. أرسلان. فبالع هون جيت. يا أسد. فلما جيت على الأردن عشان أسهل صار أرسلان. صح. والدك العيلة والدتك عفوا والدتي نعم قوقاز. لا الاسم العيلة زنداقي. زنداقي. طيب معلش أنا بدي غلبتكم بموضوع المايك، بدي أرجع للسيد مصطفى. أهلا وسهلا فيك. حكينا شوي عادات وتقاليد، يعني الحمد لله مش برمضان تحديدا مش كتير مختلفة عاداتنا وتقاليدنا أكيد، بس حكينا شوي عن التعايش اللي موجود بالأردن. هو تعايش ديني، وفي تعايش، في اختلاف بالجنسيات، واختلاف عرقي، واختلاف كتير بالمذاهب. شو رأيك بهذا التعايش اللي بصير عنا؟ والله هون بالنسبة نحن عنا هون بالأردن ما في أي فرق يعني بين كل القوميات يعني، إن كان شيشان، كان شركس، ممكن خلينا نقول عرب، ما يعني ما في فرق نهائيا، كلياتنا مسلمين من واحد رب العالمين. صحيح. بس أنا حاسة إنه حضرتك يمكن من اللي لجأوا على اللكنة الشامية شوي. أنا أصلا من الجولان. من الجولان. أهلا وسهلا فيك. أنا لجأت مرتين. أنا مو لاجئ. أنا نازح ولاجئ. حال كتير مننا. طبعاً جيت نحن للأسف نزحنا من الجولان على دمشق. من دمشق جينا ب 73 للأردن. استقرينا بالأردن بال 75 طبعاً جنسنا أردنيين. نعم حلو. هلا نحن حاليا أردنيين. حلو. أهلا وسهلا فيكم. موضوع التجنيس صار مباشرة أول ما إجوا الشيشان على الأردن، الشيشان والشركس بعتقد. لا، الشيشان هن تقريبا من مؤسسين، الشيشان والشركات من مؤسسين المملكة يعني. صحيح. صحيح. بناء يعني عليه صار التجنيس من ألف هون اللي بالأردن 1900 تقريبا. أوه. اجوا هن ما صار له 100 وشوي. نحن انا كمن سوريا طبعا يعني، في كمان مثل حكايتنا كمان من نعم. سوريا كمان اجوا لهون، فاضطرينا انه نجي لهون يعني، ما في اي شيء، بس هون لقينا العيشه افضل، بعدين الاقارب افضل، العادات نعم. هون متمسكين اكثر الشيشان بالعادات والتقاليد اكثر من سوريا، في شويه حريه بالاردن. نعم. شو اللي جابنا لهون؟ الحمد لله شان الحريه. شان الحريه. الشيشاني او الشركسي القوقازي نعم. يعني بصفه عامه القوقازي بيحب الحريه، ما بيحب حدا يقيده. صار في شويه بالمعيشه بالسبعينات وطالع، فشوي صار في، فنحن ما قدرنا نتحمل فجينا لهون. حلو حلو. ان شاء الله دائما بتكونوا مبسوطين، بيكون هذا التعايش دائما موجود. احكي شوي مع الشباب من بعد اذنك المايك. شكرا عمو، انا اسفه قومتك. خلينا نحكي مع معتز. كيفك يا معتز؟ والله تمام. يعني انت هون ربايه الاردن وبالمدارس الاردنيه وهيك، بس جوا البيت شيشاني. اكيد. شو بتحب اكثر، اكل الشيشاني ولا الاردني؟
اكيد شيشان. ولا عشان ماما قاعده؟ لا مش ماما، انا بعدين معي. اكيد اكيد. طيب قولي، يعني لازم حدا فيكم يكون بيعزف هاي الاله عند الشيشان؟ هو صراحه يعني مش الكل الكل يعني، بس يعني من اجت يعني من الشيشان كالعاده. حلو. وكذا وهيك، ف احنا عندنا كمان حب للموسيقى وكذا. حلو حلو. فهي يعني انطباع الواحد يعني بتيجي جواته يعني. حلو. هي زي ما نحن بنقولها اكورديون ولا لها اسم تاني؟ بندر اسمها. بندر. كيخت بندر. 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 صرت احكي شيشاني. حلو. اشرح لنا اكثر عن اللباس الشيشاني. هذا بس للي وقت الرقص والعزف ولا دائما؟ هو تقريبا كل النواحي يعني، عزف ورقص. هو بس اكثر شيء يعني اللي بلبسه بالرقص يعني. بس بالزبط. مش بالزيارات العاديه لا صح، بالحياه العاديه ما بتلبسه. لا لا لا. لا. شاركت انت بمسيره الاستقلال، يوم الاستقلال. نعم. اللي كان صحيح. بالاردن وعزفت. برضو هذا شيء كثير حلو صح يعني. الحمد لله في وانت كمان ناشطه جدا. طبعا ست منال ناشطة اجتماعية، عشان هيك أنا عم بقول ناشطة ما شاء الله عليكي. حلو أنه يكون بمسيرة اليوم الاستقلال وعيد الاستقلال نحن بنحتفل فيه، أنه كل الأطياف اللي بالأردن بتحتفل فيه. هذا إشي كتير حلو. أنت قررت أنك تحتفل وتروح تعزف، ولا انطلب منك من ناحية الجمعية أو من خلال حدا معين؟ هو صراحة يعني أنا كمان كنت حاب يعني، وغير أنه انطلب يعني أكيد. لأنه أصلا أنا كمان كنت حاب يعني. حلو. نفرج للعالم يعني انه كشيشان، ولانه احنا اقليات كبيرون يعني. لما بيشوفوا اللباس على طول بيعرفوا انك شيشاني، ولا ممكن يشبهوا شيشاني شركسي؟ هي اصلا بيتلخبطوا. بيتلخبطوا بين شيشاني وشركسي. مثل لما قلت لك في حدا عم بيخوننا وبيعزف، قلت لي لا هذا جيراننا شركس. صح بالضبط. جيرانكم شركس. صح صح. حلو. يلا نحكي عن اللباس شوي معتز. هسه اللباس هو عبارة عن شو؟ بس الكوت ولا في أكتر من تفصيلة؟ هسه في الأحزام اللي عنده بيجي اللي بيمسك عشان الشلت، اللي بيحكوا له شلت يعني بشيشان، اللي هو الخنجر. كان يحاربوا فيه وكذا. بس احنا سلمية. بالضبط. حلو. وهاي السكارف ولا لا هي في شيء. هو سامي يمكن هو صراحه راح يشرح لنا عنها اكثر. يلا خلينا بس ناخذ من معتز شويه حكي اكثر ونكمل مع عمو سامي. اكيد لما بتقعدوا بالعيله بتعزفوا دائما هذا شيء دائما. بس ما بتغنوا؟ لا لا بس عزف. هلا بيغنوا بس مش انه اكثر، بس العزف اكثر. هو العزف ما بتغني معتز؟ لا لا لانه هي المعزفات كلها اصلا اغاني. حتى هو لما كان عم يعزف انا كنت لا شعوريا عم بغني. ورقصت شوي. شفناكم باول حلقه معتز، شكرا كثير، نتمنى لك كل التوفيق. اذا في مجال عمو تشرح لنا عن موضوع اللباس لو سمحت. طيب هلا في تفاصيل كثيرة مش هيك؟ لا تفاصيل كثيرة، بس في شيء فوق شيء صح؟ نعم. يمكن هذا القميص والكوت فوقيه. نعم نعم. اللي هي لازم يكون اسود، يحمل الاصابع المطلية بالفضة. هاي. واصلا بتكون اصلا هذه معبية زي الديناميت، وهي شبه قنابل موقوتة. ليش؟ لأنه يعني يا إما فشك للبارودة أو إذا في عنده أي نوع من الكبريت بإمكانه يفجره ويستسلم. من وين هذا استوحتوه هذا اللباس؟ يعني من طبعًا بعد الحرب الأهلية طبعًا اللي صارت؟ من الحروب الأهلية اللي كانت موجودة في المنطقة. لأنه كانت الشعوب المجاورة للمنطقة للقوقاز دائماً تهدد هاي القوميات. عشان هيك روسيا هي رقم واحد في المجال. صحيح. وكان نيتهم انهم يستعمروا كل منطقة. لانه اصل الروس هم من شرق اوروبا. في رومانيا وهالمنطقة. كانوا يشتغلوا في القصور وهيك شغلات، وسميوا بالسلاف سليفز.
بالإنجليز. فصارت المشكلة بينهم والتحقوا وراحوا لمنطقة موسكو، وهناك مع الأيام تدرجوا وكثروا واحتلوا المنطقة. في الوقت اللي كان فيه حوالي 400 أو 350 سنة كان فيه هناك ثلاث إمارات إسلامية بعد جنكيز خان وهالمنطقة كلها. فبعد ما احتلوا أول مستعمرة إسلامية مشيوا مع نهر الفولغا للجنوب للمياه الحارة، وظلهم ماشيين شوي شوي حبين ووصلوا على مملكة الخزر، وهي مملكة يهودية جمعوا كل اليهود في غرب أوروبا وحطوهم في المنطقة بعيدين عنهم حتى يخلصوا من مشاكلهم. فإجوا وحطوهم في المنطقة اللي هي مصب نهر الفولغا على بحر قزوين. وهناك اتدخلوا وإجوا قسم منهم، حتى لدرجة لما صارت الحرب قبل حوالي 15 سنة أو 12 سنة، أكبر معمرة يهودية أو إسرائيلية عمرها 95 سنة كانت تحكي شيشاني أحسن مني. ما شاء الله على معلوماتك يا عم، ما شاء الله تاريخ. ما شاء الله. وبناء عليه وكان بناء عليه اختاروا القوقازيين العزة لله أصلا قوقازيين الشيشان والشركس والداغستان لهم فورمات، لكن لا يعني انه دائما بيلبسوا اسود، بس هي يمكن فتره الحرب يعني بيكونوا زي المستعدين او متاهبين. لكن دائما مجهز حاله تقريبا. انت شايف الخنجر اللي هو بالشيشان الشالت دائما جنبه، وهذه طبعا دائما هيك مسكه أبيض. سلاح ابيض مسكه الاستعداد. زائد منه حب البقاء وحب المحبه كله مزين، بالإضافة للأصابع اللي موجودة فوق اللي حكينا عنها، الديناميت والشغلات البارودة، وهاي اللي أنا فكرتها سكارف. شو طلعت هاي سكارف؟ هذه طبعا للوضوء جدا مهم، لأنه مجرد ما يشيل يفتح الزرين بيفتح معه، فبيقدر يتوضع يمسح وجهه وبيقدر يتيمم وبيقدر حلو. حتى وقت الجرح ولا هذا بيعملوا ربطة كله جاهز. لا جاهز مما جميعا ما شاء الله. حلو. وال على فكرة أبيض وأحمر وأسود. هي هاي الألوان هي أنا بحس يمكن اللون الأسود الأكثر. هلا في عندنا اللون الأحمر وكمان في عندنا اللون الأبيض. بس الأحمر كله أحمر. القميص دائما بيكون عندنا اللون الأسود دائما. القميص أسود صح من برا الأحمر. اللبس هذا الفوقاني بيكون يا أحمر يا أبيض. حلو معتز ثانك يو. يعطيك العافية. الله يسعدك عمو، هم دائما بيسرقوا من عندكم العجينة واللازانيا. أم محمد تشاركينا شوي الحديث هلا نحن عشان بس عشان المشاهدين يفهموا علي شو عم بحكي. اللي فهمناه انه انتوا اصل العجينه، كنا عم نحكي قبل اللايف، انتوا اصل الطبيخ بالعجينه يعني. فلما اخذوا بالطليان طريقه عمل المعكرونه اكثر شيء، والعجينه واللازانيا والى اخره كانت منكم مأخوذة. فأنتوا يمكن أغلب أكلكم أغلب أكلنا العجينة، لأنه أسكى ممكن لأنه نحن دائما عنا بالشيشان كان كله برد. فهي أغلب الأحيان نعملها وقت الشتاء. الأكلات هاي اللي فيها عجين، الكرزنش، القلنش، المادش، هذا الأغلب الأحيان نعملها بالشتاء لأنه هي بتمدنا بالطاقة. هي العجينة نفسها يعني بتعطي طاقة ولا العجين مع الشوربة الدجاج أو اللحمة اللي موجودة فيها لما تاكليها تكون حامية حامية لما تحطيها بتمدنا بالطاقة كويس كتير يعني. بس ما بتتعب؟ لا ما بتتعب لأنه متعودين عليها. ممكن هي تتعب للصغار اللي هلأ طلعوا، بس نحن تعودنا عليها يعني. تذكرت النكتة اللي حكيت لنا إياها عن موضوع العجينة، يمكن عشان هيك ضليتوا تقولون أشربوا شوربة بعد العجينة. الشوربة هي لأنه هي عجينة، فالشوربة هي بتريح المعدة فبتعطيك. الرز مش شيء أساسي بطبيخكم؟ هلأ موجود شيء أساسي هلأ بدونه ما رح يكون موجود. بس لما أول ما تقولي له شو بتحبوا تاكلوا دغري
بيكون عجين يعني القلنش بيكون هذا اول مطلب خاص عادي للشباب يعني بيكون مطلب قلنش في قلنش خلص معناته كل شيء كويس حلو حلو. الرز هذا طبعا ما في غنى عنه باي سفره والله يعني سفرتكم كانت بتجنن انبسطنا فيكم كثير يسلموا ايديك اكيد دخلتوا نفسكم كان بجنن الله يسعدك حبيبتي ان شاء الله دائما سفرتكم مع عامره بنلف وبنرجع لك لازم حبيبتي كلكم الاصل العادات اللي نحن قبل شوي حكيناها زمان مثلا وقت الاعراس والخطيفه كانت العربيات والاحصنه تمر مثلا تاخذ العروس هلا صارت سيارات تروح خطيفه بس بالسياره بالسيارات يعني انا كثير 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 استمتعت معكم صراحه كثير مبسوطه فيكم واللي خلف الكاميرات ايضا كثير مبسوطين بوجودنا اليوم شكرا عزبناهم معنا لا بالعكس نحن اللي عزبناكم كثير يعني انا بشكركم شخص شخص ما بدي ارجع اذكر اسماء لاني كثير بنسى شكرا لكل الموجودين شكرا لك احنا نقول للمعزبين صح المعزب بالعراقي يعني اللي عازم انا كمان بحكي لهجات مش لغات شكرا كثير لكم ان شاء الله دائما امن وامان ويعطيكم الف عافيه والاردن حلو بهذا الاختلاف الاجناس اللي موجود فيه واحنا ايضا موجودين ومبسوطين بهاي العادات والتقاليد الجديده علينا شوي شكرا يعطيكم الف عافيه شكرا كثير لكم راح تنعاد ان شاء الله اكيد البيت مفتوح انت عارف جن قهوه حبيبتي شكرا كثير واحده من العادات والتقاليد الشيشانيه انه لازم القرايب يسكنوا كجيران حوالين بعض عشان لما يشموا ريحه طبخه هن بيحبوها بيفتحوا الباب دايركت وبيفوتوا بيقولوا لها الطبخه قلمش على طول بيفوتوا وبياكلوا نحن المره الجاي بندق على الانتركم بس نفتح باب باب البيت دائما حلقه شكرا 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 حلقه الله يسعدك حبيبه قلبي شكرا وحلقه جدا مميزه وانا متاكده انكم استمتعتوا مشاهدينا الى اللقاء